بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، السادة والسيدات الحضور، شرف كبير طبعا أن أنا أكون وسط حضراتكم هنا بننقل أو بنتكلم عن استراتيجية الدولة المصرية وهيئة الدواء كجزء من هذه الدولة في توحيد الجهود لتوطين الصناعة الدوائية في جمهورية مصر العربية. في الأول خالص حابب أنقل لحضراتكم التوجيهات اللي دايماً بتصدر لنا وإزاي الدولة المصرية شايفة صناعة الدواء والمستلزمات الطبية. إحنا دايماً لما بنبص لصناعة الدواء والمستلزمات الطبية في جمهورية مصر العربية بنبص على إنها شقين، كل شق فيهم أهم من التاني، يجبرنا إن إحنا لازم ندي كل الأولوية ونبذل كل المجهود إن إحنا نشتغل على توطين هذه الصناعة. الشق الأول هو إن هو أمن قومي حقيقي، ما فيش أي غنى عنه لأنه بيمثل حياة مواطن مصري أغلى من أي حاجة في الدنيا. الجزء الثاني إن إحنا بنتكلم على استثمارات، الاستثمارات دي هي جاذبة، ويمكن الحمد لله جائحة كورونا أثبتت حاجتين، أهمية صناعة الدواء وقد إيه الحمد لله جمهورية مصر العربية بتمتلك صناعة قوية زادت جدا 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 من سنة 2014 وحتى تاريخه. بفضل الله سبحانه وتعالى تم إنشاء هيئة الدواء طبقا لما تفضل به دولة رئيس الوزراء طبقا للقانون 151 لسنة 2019، وتم تفعيل الهيئة في مارس 2020 بإصدار اللائحة التنفيذية. مارس 2020 كانت بداية الجائحة، وكنا احنا بنقول لنفسنا ان احنا الحمد لله محظوظين، وكان اختبار حقيقي. وقفنا مع بعضنا في هيئة الدواء المصرية كجزء من الدولة المصرية وقلنا ان شاء الله كلمة الرئيس اللي بيقولها دايما هنقدر، والحمد لله ربنا اكرمنا حتى الآن وأثبتنا إن إحنا إزاي بنقدر نتحمل الصعاب ونحول العثرات إلى منح بفضل الله سبحانه وتعالى. اشتغلنا يا فندم كاختصاص أصيل لهيئة الدواء المصرية في تنظيم ورقابة كل ما يخص المستحضرات والمستلزمات الطبية لضمان حاجة وحيدة هي فاعلية ومأمونية وجودة تلك المستحضرات. وده الشق الأساسي اللي إحنا دايماً بنشتغل عليه. بفضل الله حالياً وصلت معدلات أدائنا في هيئة الدواء المصرية بفضل زملائي في الهيئة لأن إحنا بنقيم شهرياً حوالي 1500 مستحضر وملف، إن إحنا الحمد لله بفضل الله بنقيم تقريباً وبنحلل 2000 دراسة وعينة من المستحضرات التقليدية، ودلوقتي بدأنا الحمد لله البرانش المهم جداً أو الفرع المهم جداً للمستحضرات المبتكرة. من أهم إسهامات هيئة الدواء بتوجيهات واضحة جداً من القيادة السياسية إزاي إحنا نمتلك القدرة، وامتلاك القدرة ما بيجيش غير بالعلم والبحث والتطوير، وبالتالي كان دايما الشق الاساسي اللي احنا اشتغلنا عليه في هيئه الدواء وجود معمل مرجعي، ليس فقط كذراع قوي لهيئه الدواء المصريه للحصول على الاعتماد الدولي ان شاء الله كهيئه رقابيه قويه في منطقتنا، ولكن لتقديم يد العون للشركات الصغيره اللي ما بتقدرش رغم ان هي جاده جدا في تحقيق الفلوس الضخمه اللي بيحتاجها البحث والتطوير في مجال المستحضرات والمستلزمات الطبيه. اشتغلنا الحمد لله ووفرنا معمل مرجعي بيتم إضافة العديد من التخصصات ليه كل شهر أو كل شهرين الحمد لله، عشان نقدر نبقى ذراع قوي للاستثمار في مجال الدواء ونقدر نساعد الشركات الجادة ولكن غير القادرة حاليا على تأهين نفسها للR&D أو البحث والتطوير. بفضل الله منذ افتتاح المعمل المرجعي دشنا لحد دلوقتي 4 معامل تخصصية فيه، قدرت بفضل الله في الفترة اللي فاتت من أغسطس وحتى تاريخه في استقبال عدد من الدراسات في التخصصات المختلفة وإنجاز أكثر من 80% بفضل الله من هذه التخصصات. والميزة أو النقطة الإيجابية جدا الحمد لله يا فندم إن الأرقام بتاعتنا بتزيد والدراسات اللي بتطلب بتزيد، ده معناها إن في إقبال من المستثمر المصري والصناعة الوطنية على تطوير أنفسها. التحدي اللي احنا واجهناه في جائحة كورونا اشتغلنا عليه من ضمن المنهجية اللي احنا متعودين فيها كدولة مصرية للتحرك، هو مش أي حاجة بتبقى بتحصل، لا احنا الحمد لله بنشتغل بمنهجية علمية بشكل سريع جدا 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 ولكن بفضل الله ممنهج الحمد لله. فاشتغلنا على محورين أساسيين، المحور الأولاني هو المحور التقليدي وهو التوسع الرأسي. التوسع الرأسي كان بتوجيهات واضحة جدا، وأنا فاكر الكلمة مش مسموح يحصل أي مشكلة ولا أزمة في الأدوية أو المستلزمات الطبية، دي كانت حلقة في ودنا إن احنا نشتغل. وبالفعل بشكر جدا كل رجال الصناعة الوطنيين اللي أول ما اتكلمنا معاهم في التوسع الرأسي وتكوين مخزون استراتيجي من المواد الخام ومستلزمات التشغيل، ما حدش فيهم الحقيقة اتأخر، وبفضل الله اشتغلنا إن احنا نأمن مخزون استراتيجي من 6 لـ9 شهور، بفضل الله موجود دلوقتي على أرض الوطن ويمكن بيزيد في بعض الفترات فضل ونعمة عند رب العالمين. ده التوسع الرأسي اللي احنا اشتغلنا عليه، وكان كمان مداد ليها واللي بينها القصة أو المشروع الآخر
لتوطين الصناعة. الشق الثاني اللي احنا اشتغلنا فيه وده كان جزء ممنهج من استراتيجية الدولة في صناعة الدواء هو التوسع الأفقي. والتوسع الأفقي هنا ان احنا بدل ما يبقى عندنا مصنع يبقى عندنا مصنعين، بدل ما يبقى عندنا خط انتاج عندنا خطين وثلاثة واربعة، وبطاقات وبتكنولوجيا اعلى وافضل من ما هو موجود حاليا، تضاهي ولازم تطابق كل المعايير العالمية اللي احنا اشتغلنا فيها. كان وظيفة هيئة الدواء في هذه المرحلة هي إيجاد آلية سريعة للتسجيل والتعامل مع المرحلة، وطبقنا من أول يوم في الجائحة إحنا إزاي نحط القواعد والمتطلبات والاشتراطات الواضحة اللي تتطابق مع المعايير الدولية، وفي نفس الوقت تخلي الناس توفر المستحضرات، وهو ده اللي بيسموه رخصة الاستخدام الآمن. مصر كانت من أول الدول اللي بفضل الله اشتغلنا، ونفخر الآن إن إحنا بنعلن وبقوة وبفضل الله عز وجل إن إحنا أول دولة في الشرق الأوسط عندها تصنيع واكتفاء ذاتي من المستحضرات الحديثة اللي بتستخدم في بروتوكول علاج كورونا. كل العالم كان في الفترات السابقة، ويمكن حضراتكم كنتم متابعين وسيادتك يا فندم وجهتنا، المستحضرات دي لازم تكون موجودة على أرض مصر وفورا، وبفعل كلنا اشتغلنا بفضل الصناعة الوطنية القوية، والمستحضرين اللي كان أكثر الدول بتتكلم عنهم اللي هو ريمديزفير اللي هو الدواء الأمريكي زي ما كان بيطلق عليه، والفابي برافير الدواء الياباني، وبعد كده أطلقوا عليه الدواء الروسي، بفضل الله أول دولة في الشرق الأوسط تصنعه محليا من شركة واحدة يا فندم. لا، هو ده التوسع الأفقي اللي احنا خدنا بيه التوجيه. احنا دلوقتي عندنا أربع شركات بيصنعوا الدواء الأول، وعندنا الحمد لله فضل من عند ربنا 14 شركة، منهم ثلاثة خدوا اوريدي رخصة الطوارئ، أربعة وخمسة خدوا رخصة التداول اللي هو العادي خالص، والحمد لله في سبعة ان بروسس. طب ده فادنا في ايه؟ التصنيع المحلي مش بس الأمن القومي اللي احنا قلنا عليه، لا ده بفضل الله مكننا ان احنا ننزل أسعار هذه الأدوية. كل الأدوية دي لما صدرت طبعا بتبقى أدوية حديثة ومبتكرة، وبالتالي أسعارها بتبقى غالية جدا، سعر الفايل أو الجرعة الواحدة كان بيوصل 4 أو 5 آلاف جنيه. بفضل الله اللي احنا حققناه على أرض مصر دلوقتي إن الأدوية دي موجودة بتصنيع محلي بتكلفة 10 لـ20% من سعرها أو متوسط سعرها العالمي. بس كده يا فندم؟ لا، ده بتوجيهات سيادتك وبالتوثيق مع وزارة الصحة والسكان. أعتقد الحمد لله مصر كانت داعمة جدا لكل أشقائها من العرب والأفارقة، لجأوا أو طلبوا، وإحنا فورا لبينا الطلب بتوجيهات سيادتك وبالتنسيق مع دولة رئيس الوزراء ومعالي وزارة الصحة والسكان. فده الحمد لله زادنا فخر. لم نتجه فقط يا فخامة الرئيس إلى الأدوية والمستحضرات الطبية، لا، إحنا رحنا كمان للمستلزمات وتحدينا نفسنا في الوقت اللي كان العالم بيشهد مشكلة في أجهزة التنفس الصناعي. اتفقنا كدولة ونسقنا، والحمد لله اشتغلنا كمنظومة عمل هيئة الدواء مع هيئة الشراء الموحد، وزارة الصحة والسكان، وزارة التعليم والبحث العلمي، والشق الصناعي كان من الهيئة العربية للتصنيع، إن احنا حطينا تصميم وتنفيذ وإنتاج وإجازة أول جهاز يساعد على التنفس الصناعي مصري الحمد لله 100%. وبالفعل هيئة الشراء الموحد تعاقدت على توريد أول 50 جهاز كباكورة لهذا الإنتاج اللي إن شاء الله يكون إضافة قوية جدا في الفترة القادمة. الحمد لله كنا من أول الدول اللي رخصت على طول كل اللقاحات اللي كانت متاحة ويمكن تدبيرها لجمهورية مصر العربية في زمن بدعي إن هو قياسي، والحمد لله تبقى لأعلى المعايير. ومصر الحمد لله من ضمن البورد أو اللجنة المشكلة من قبل منظمة الصحة العالمية لتقييم اللقاحات عالميا وإعطائها رخص الطوارئ على مستوى العالم. حتى الآن إحنا عندنا أربع لقاحات واخدة رخصة الاستخدام الطارئ، وهم دول يا فندم اللي بيجي لنا منهم تدفقات مستمرة، وإن شاء الله نكمل. الجزء الثاني اللي فيه استراتيجية بقى ممنهجة احنا مكملين عليها فادتنا جدا في مواجهة جائحة كورونا، كانت توطين الصناعة بشق وبمنهجية ومحاور أساسية. المحور الأولاني كنا احنا لازم نحط مخططات لتسريع تسجيل وتسعير الأدوية، ونكسر بقى قرارات تنظيمية كانت قديمة وعتيقة خلفت لنا إرث ثقيل من البيروقراطية والروتين. والحمد لله ربنا أكرمنا الفترة اللي فاتت، اعتمدنا على الله ثم التحول الرقمي، وبدأنا نطبق عدد من الإجراءات الغير تقليدية، وبدأنا نقيم بشكل شامل الملفات للمستحضرات الطبية. ده مكننا جدا من سهولة وتسريع الوتيرة، والحمد لله ده كان بفضل الله قدر يساعدنا ان احنا نجابه جائحة كورونا، وفضل الله قدرنا نعمل سرعة للإتاحة. مش بس كده، واحنا بنشتغل اتفقنا مع كل زمايلنا كمنظومة دولة مفيش حل هيرضي جميع الأطراف، وبالتالي احنا عندنا شركاء من الصناعة
كل مجموعة من شركاء الصناعة دول عندهم متطلبات، ما ينفعش ان احنا نطلع قرار وحيد يكون القرار ده بيلبي طلبات بعض الشركاء ولا يلبي الآخر. وبالتالي بدأنا نتعامل على تصنيف تلك الشركات. شركات التصنيع المحلي ليهم متطلبات كان أهمها فتح الأسواق وإتاحة الفرصة للتسجيل والتصنيع، والحمد لله فتح الأسواق وهذه الاستراتيجية اللي احنا عملناها واشتغلنا عليها قدرت بفضل الله خلال الثلاث سنين اللي فاتت تعيد وتشغل 20 مصنع. الحمد لله رجعوا للعمل واشتغلوا، ومش بس كده، ده شجع ناس. احنا عندنا دلوقتي زي ما تفضل دولة رئيس الوزراء وقال 40 مصنع تحت الإنشاء. الجزء الثاني لما اشتغلنا مع الشركات متعددة الجنسيات، هم كانوا بيواجهوا تحدي في مصر في سرعة التسجيل، وده كان بيخليهم دايما يخلوا مصر في أولوية متأخرة للأسف. لكن احنا لما اشتغلنا معاهم كشركاء حقيقيين واديناهم بعض التسهيلات في منظومة التسجيل والتسعير في جمهورية مصر العربية، ده شجعهم ان هم يعملوا زي بيقولوا تدشين او تداول او بدء تداول لمستحضراتهم في نفس الوقت اللي احنا بنتداول فيه الدواء دوا في امريكا واوروبا. 2020 في 28 دواء مبتكر تم تداولهم في جمهورية مصر العربية في نفس الوقت وبالتزامن مع تداولهم في امريكا واوروبا. ده بيدي انعكاس جيد جدا عن البيئة التحتية والتشريعية والرقابية لجمهورية مصر العربية، ما يجذب الاستثمارات. شركتنا اللي أنا فاكر كان في أول اجتماع تشرفت به مع سيادتك يا فندم، حيتك قلت لنا أنا عايز اللي يشتغل معايا يبقى زي الفهد والنمر، ما يسيبش حاجة غير لما ياخدها ويخلص عليها من أولها لآخرها. دي شركتنا، أمانة في رقبتكم ما ينفعش تتساب، وإن شاء الله ربنا يجعلنا جميعا قد هذه الأمانة. اشتغلنا وقدرنا نساعد زملائنا في الشركات التابعة لقطاع الأعمال إن كل الشركات حاليا تحولت إلى ربحية، والفترة الجاية إن شاء الله تثبت وجود أكتر وأكتر في السوق المصري. مش بس كده، احنا حاولنا نحافظ سيادتك برضو بالتوجيهات وبالدعم من حضرتك ان احنا نحافظ على تنافسية مستحضراتنا. التنافسية دي ما بتجيش بالكلام، ولكن بتجيب بالشهادات العالمية اللي بتشهد على ان هذه الأدوية والمستحضرات والمصانع هي طبقة للمعايير الدولية. وبالتالي بدأنا نشتغل مع شركائنا في الصناعة على وضع محفزات وحزم استثمارية تحفيزية للي هيحصل على تلك الشهادات. بفضل الله حتى تاريخه عندنا 2 مصنع حصلوا على الشهادة الجي ام بي الأوروبية، وفي 4 مصانع في انتظار زيارة المراجعة، والحمد لله لعله خير، بس لولا جائحة كورونا كان في عدد من المصانع دي كان زمانه خلص هذه الزيارة. بالنسبة لمنظمة الصحة العالمية، احنا عندنا كمان الاعتماد بتاعها، ولكن الاعتماد بتاع منظمة الصحة العالمية ما بيقوش بالمصنع، بيكون بالمستحضر. وبالتالي برضو شجعنا الشركاء في الصناعة ان هم يشتغلوا على اعتماد مستحضراتهم، وبفضل الله حتى تاريخه عندنا عدد 2 مستحضر دوائي تم اعتمادهم وحصولهم على اعتراف منظمة الصحة العالمية، و3 مستلزم طبي، وفي الطريق ان شاء الله تحت تقييم 5 مستحضرات ومستلزمات اخرى. ده كلنا او كله بيوضح لنا يا فندم أهمية التوسع الأفقي في الصرح والمكان اللي احنا موجودين فيه. هو كل اللي احنا موجودين فيه دلوقتي ومدينة الدواء بتعكس منهجية وتوجه الدولة في الفترة الحالية من توسع أفقي مدروس يقول احنا ازاي نبقى موجودين على خريطة التصنيع الدوائي العالمي. وجودنا في مدينة الدواء اللي اوريدي او في البداية اصلا تم تصميمها وتفعيلها وانشائها على احدث النظم العالمية، الحمد لله مكنها ان هي يبقى موجود فيها احدث الماكينات اللي هي بيسموها بالانجليزي كده ستيت اوف ذا ارت، مفيش احسن من المكن الموجود حاليا. اهميته ايه يا فندم؟ ده ان احنا دلوقتي بقى عندنا جوده موثوق فيها باحدث المعايير العالميه. طيب احنا مهم جدا ان احنا نبتدي نفكر زي طبقا للمنهجيه اللي سيادتك عودتنا عليها ازاي نبص لقدام. المعايير الحاكمة في العالم في مجال صناعة الدواء معيارين أساسيين. المعيار الأول وهو الجودة، وهو ما تضمنه التوسعات الأفقية ممثلة في أحد الروافد اللي احنا موجودين فيها حاليا مدينة الدواء. المعيار الحاكم الثاني هو السعر. وبالتالي مصر الحمد لله من الدول المعروف فيها أن التكلفة الصناعية منخفضة، وبالتالي احنا دلوقتي بدأنا نفتح مبادرات تعالى صنع عندنا أو بيسموها manufacture for export، تعالى صنع عندنا بكميات وقدرات عالية هتقدر تصدر وتقدر تنافس بجودة عالية، وده المعيار الحاكم الأساسي، ولكن بتكلفة منخفضة يخليك تنافس في الأسواق العالمية. ده كان التخطيط اللي احنا اشتغلنا عليه. اشتغلنا على كل البنى التحتية الحمد لله، وربنا لحد دلوقتي موفقنا وربنا يتمها. تفصيلا
لما تم ذكره من دولة رئيس الوزراء، بنحب بس نستعرض قدام حضرتك وقدام السادة الحضور وقدام أهلنا من شعب مصر إزاي الدولة كانت دايماً بتفكر وبتخطط للمستقبل. بدأنا نشوف إحنا عندنا مشاكل في إيه عشان نقدر نبني القدام، وبدأنا نحدد أهم خطوط الإنتاج اللي إحنا لازم نحطها أولوية، وإزاي إحنا كنا بنفكر مرة واثنين وثلاثة عشان نوصل بسرعة للأهداف اللي إحنا كنا محتاجينها. أول حاجة إحنا بدأنا نفكر فيها هي خطوط الإنتاج لأدوية الأورام ومثبطات المناعة. بداية التفكير وكان توجيه من سيادتك ودعم من دولة رئيس الوزراء فعلاً إن إحنا قعدنا نقول إحنا المشكلة عندنا بإيه والسوق ده يستاهل ولا ما يستاهلش، ده دايماً منطقية الفكر. بدأنا نقول إحنا تخيل حياتك إن إحنا بنستورد أدوية أورام كل سنتين تقريباً بواحد وثمانية من عشرة مليار، ده لوزارة الصحة والسكان فقط اللي هي بتمثل من سوق الدواء ورغم إن هي حصة مهمة جداً من 20-25%. يبقى سوق الدواء لأدوية الأورام ومثبطات المناعة سوق كبير جداً يستدعي إن إحنا لازم نبتدي نستثمر فيه بشكل قوي جداً. بفضل الله حتى تاريخه تم إنشاء وتجهيز مصنع كبير للأورام في شركة سيليكو للأدوية، وحالياً بيتم تركيب الخطوط الإنتاج بتاعتها، وإن شاء الله بنهاية هذا العام هيكون المصنع وخطوط الإنتاج شغالة وبتنتج بكفاءة إن شاء الله. مش بس كده، ده تم بالفعل ترخيص وتشغيل خط إنتاج آخر لمثبطات المناعة، والحمد لله حتى الآن مستهدفه 3 مستحضرات وإحنا في زيادة الحمد لله فضل رب العالمين. الجزء الثاني او اللي احنا بنفكر فيه يا فندم هي المستحضرات البيولوجيه، وده برده كان من ضمن التوجيهات الاساسيه اللي سيادتك اديتها لنا في اول اجتماعاتنا، وقلت المستحضرات البيولوجيه مشتقات البلازما لا غنى عنهم ولن احيد عن وجود هذه الصناعه المتقدمه في مصر. مشتقات البلازما المستحضرات البيولوجيه وبحق هي اعقد واعلى درجات التقنيه في المستحضرات والصناعات الدوائية، وبالتالي امتلاك مصر لهذه القدرة في المنظومة إن شاء الله هتساعدنا إن احنا نحتل مكانتنا في الفترة القادمة. وإحنا مخططين وعارفين الحمد لله التوجهات العالمية إن في 2025 بيحصل تحول جذري في منظومة التصنيع الدوائي، وبالتالي كنا الحمد لله مخططين إن احنا من دلوقتي لازم نكون جاهزين، وخططتنا إن شاء الله تنتهي 2024 عشان مصر تكون جاهزة وبقوة وبفاعلية لاحتلال مركز ريادي في تصنيع المستحضرات البيولوجية وإن شاء الله مشتقات البلازما. يمكن حضراتكم شايفين بالأرقام بنوضح أهمية المستحضرات البيولوجية. لما نقول إن مصر مثلا في السنة بتستهلك حوالي 160 ألف عبوة، لكن تكلفة ال 160 ألف عبوة دي قد إيه يا فندم؟ 2 مليار جنيه، وده في تصاعد، وخصوصا مع المبادرات اللي حضرتك اطلقتها ودشنتها وبينت فاعليه وكفاءه جدا وارضت كل المواطنين الحمد لله، كان لازم نواكب كهذا الامر. حاليا احنا بنشتغل على 4 مشروعات عملاقه بالتعاون مع كبريات الشركات العالميه عشان توطين هذه الصناعه، ومخططات تدشين هذه المصانع وتجهيزها ان شاء الله يكون 2022-23-24 بالتتابع نظرا لما تحتاجها هذه المجالات التصنيعيه من دراسات وتكنولوجيا عاليه جدا احنا بنحاول ان احنا نوفرها في جمهوريه مصر العربيه. واحنا شغالين زي ما حضرتك عودتنا ما ينفعش نسيب حاجه، طالما بدأنا مستحضرات بيولوجية يبقى إيه اللي في إيدينا لازم نعمله دلوقتي يعني دلوقتي، وبالفعل ده اللي احنا فعلا فكرنا فيه. عندنا عدد من المستحضرات البيولوجية البسيطة والسهلة في تصنيعها، توافقنا مع شركائنا في الصناعة وبالفعل بدأنا نصنع عدد منها دلوقتي. حاليا الحمد لله ربنا أكرمنا بالتعاون مع الشركة العالمية المنتجة الأكبر مستحضر اللي هو الإنوكسابارين، إن هو بيتصنع مرحليا في مصر، وفي شركة وطنية بتصنعه من البداية خالص الحمد لله، وتم إنتاج أولى التشغيلات الإنتاجية في هذه المصنع. على آخر السنة إن شاء الله يكون عندنا كمان مستحضرين مع شركاء متنوعين من الصناعة اللي هو الجروس هرمون والإريثروبويتين، وزي ما سيادتك شايف إحنا بنتكلم على تقديرات سنوية بحوالي 500 مليون جنيه. الإنسولين زي ما تفضل دولة الرئيس وقال إحنا كنا بنعاني لفترات كبيرة من نقص ومشاكل وتحديات فيه، بفضل رب العالمين سبحانه وتعالى حاليا إحنا عندنا توطين كامل لصناعة الإنسولين في شكل الصيدلي الفايل في 4 مصانع مش مصنع واحد، والحمد لله تم تشغيل وترخيص خط إنتاج لأحدث الأشكال الصيدلية من الإنسولين اللي هي الكارتريج أو الأقلام، والحمد لله المصنع ده اشتغل، يمكن حضرتك شايف منتجاته الحمد لله بفضل الله موجودة عندنا دلوقتي ويتم تداولها. المضادات الحيوية الحديثة دي من ضمن التقنيات العالية جدا اللي احنا كنا محتاجين نشتغل عليها، وللأسف احنا كان عندنا
خط انتاج واحد وكان للاسف قديم ومتهالك. بعد ما ركزنا وبدانا نفكر ولقينا استثمارات بتصل لحوالي 700 مليون جنيه سنويا تستحق، شركائنا في الصناعه لم يتاخروا للحظه، وبفضل رب العالمين بقى عندنا دلوقتي 3 خطوط انتاج بيشتغلوا، مش بس بيحاولوا اكتفاء ذاتي، ده احنا كمان ان شاء الله عندنا فرص تصديريه جيده جدا في هذا المجال. بخاخات الصدر والايروسولز نفس الفكره يا فندم، كان عندنا تحدي كبير جدا في بخاخات الصدر والايروسولز، كان عندنا خط موجود ومملوك لشركه تابعه لقطاع الاعمال، وبالفعل الحمد لله ربنا اكرمنا وقدمنا لها الدعم المالي المادي الفني، انا اسف الفني واللوجيستي، وقدرنا الحمد لله بفضل ان نحول المصنع او خط الانتاج لخط انتاج حديث. ومش بس كده، في كمان شركه وطنيه استثمرت وعملت خط انتاج حديث جدا لانتاج الايروسولز، وزي ما قلت لسيادتك ان شاء الله قريبا نصل لمرحله هذا الاكتفاء الذاتي. بنج الاسنان نفس الفكره، وده برضو بيعكس ازاي احنا قدرنا نعمل دعم فني ولوجيستي ونشتغل كمنظومه دوله متكامله. احنا كان في فتره من الفترات برضو واجهنا للاسف تحدي بنج الاسنان، وكان بعض اطباء الاسنان بيشتكوا من عدم وجوده، وان احنا كنا رايحين دائما للاستيراد. لما درسنا الموضوع لقينا ان في موضه جديده او ماده جديده لبنج الاسنان نزلت، بدانا ان احنا نجيبها، ساعدنا زملائنا في شركه اسكندريه المملوكه لقطاع الاعمال ان هم يطوروا نفسهم ويطوروا الخط، وبقوا دلوقتي بينتجوه، وتم اضافه مصنع اخر وخط اخر، الحمد لله حقق لنا هذه الانتاجيه العامه. حاجة بس يا فندم حبينا نوضحها عشان نشوف لسيادتك وللزملاء الحضور ولأهلنا من شعب مصر، احنا ازاي بنفكر وازاي اللي احنا اشتغلنا عليه وخططنا له ونفذناه الحمد لله في خلال الكام سنة اللي فاتوا قدر يعكس الصورة الموجودة في جمهورية مصر العربية كأدوية أو كملف استيرادي. الهرمونات اللي احنا كنا دايما بنلاقي فيها تحدي، والناس كانت دايما تطلع تصرخ واحنا عندنا نقص في الهرمونز وادويه منع الحمل والكلام ده، فانا الحمد لله الحمد لله ربنا اكرمنا الفتره اللي فاتت اشتغلنا مع شركائنا، وبقت مصر الدوله الاولى في الشرق الاوسط اللي تملك 3 خطوط انتاج ومصانع لانتاج الهرمونات. ويمكن الشكل اللي قدام سيادتك يا فندم بيعكس قد احنا تحولنا في خلال 3 سنين فقط من بنستورد 71% من استهلاكنا من الهرمونات، دلوقتي الحمد لله احنا بنصنع محليا 74% من الهرمونات، والباقي ان شاء الله هيجي ان شاء الله هيجي. الجزء الثاني برضو اللي حبينا نعكس بيه فكره مختلفه هو احنا ازاي لما بنروح لتوطين الصناعه ما بنروحش لصناعه تقليديه، احنا بنروح لاحدث النظم واحدث المعايير واحدث الاساليب في هذه الصناعه. جينا فترة برضو للأسف كنا بنعاني من نقص في قطرات العيون، ولما بدأنا نبحث هذا الأمر لقينا إن في تكنولوجيا حديثة شركاتنا مش قادرة تجابهها أو تواكبها، بدأنا نشتغل معاهم الحمد لله لحد ما جبنا أحدث تكنولوجيا اللي هي القطرات أو إنتاج القطرات أحادية الجرعة. الميزة بتاعت القطرات أحادية الجرعة فندم هي حاجة كويسة جدا، أو بتوفر للمريض وفي نفس الوقت بتوفر للدولة وبتوفر للشركة وبتكسب الشركة بشكل كويس جدا. بدل ما كانوا الناس بيروحوا يشتروا إزازة القطرة الخمسة ملي يستخدم اللي يستخدمه والباقي للأسف بيترك ويهمل ويترمي، لا دلوقتي بقت الخمسة ملي دي بتتقسم على 5 زجاجات صغيرة كل واحدة فيها اسمها أحادية الجرعة. دي تكنولوجيا مش موجودة كتير والحمد لله جبناها في مصر، وبقينا برضو أول دولة في الشرق الأوسط عندنا 4 مصانع بينتجوا هذا النوع من القطرات أحادية التصنيع. بعد ما كان عندنا تحدي وأزمات في قطرات العين الحمد لله دلوقتي عندنا اكتفاء كويس جدا وعندنا فرص تصديرية كثيرة. فخامة الرئيس اللي احنا ممكن نتكلم فيه بفضل الله الحمد لله مش قليل، اللي انا عايز اوضحه لسيادتك ان احنا كل اللي قلناه اما اتعمل او الحمد لله بدانا فيه وهينتهي بنهايه هذا العام. هناك الكثير اللي ان شاء الله ان شاء الله هنعلن عنه، بس زي ما سيادتك علمتنا ما ينفعش نتكلم في اي حاجه الا وهي واقع على الارض. شكرا فخامة الرئيس وان شاء الله كل خير.